بدأ مستشفى الإسعاف والطوارئ في مستشفيات البشير استقبال المراجعين يوم أمس في كافة التخصصات الطبية كالعظام والباطنة والجراحة والأطفال بعد الانتهاء من بنائه الهندسي المتطور وتأهيله وفق أعلى المعايير. والتفاصيل أوفى، ينضم إلينا حمزة النهار مراسل المملكة، ينضم إلينا من مستشفى البشير. أهلا بك معنا حمزة، ضعنا في تفاصيل استقبال المرضى في المستشفى الجديد، تفضل. نعم أريد، يعني بدأ صباح يوم أمس مستشفى الإسعاف والطوارئ التابع لمستشفيات البشير باستقبال المراجعين والمرضى داخل أسوار هذا المستشفى الذي تم بدء العمل فيه أمس. تم البدء بإنشاؤه عام 2018، وهذا المستشفى يأتي على نظام هندسي متطور يلبي احتياجات المراجعين والكادر التمريضي أيضا. يعني نحن نتحدث عن كادر هندسي، بناء هندسي متكامل كامل يساعد الكوادر الطبية على تقديم الرعاية الفضلى للمواطنين. وأيضا نذكر أن سعة المستشفى يتسع ل 162 سرير لاستقبال جميع الحالات وجميع الأقسام العاملة فيه، من باطنية إلى عظام إلى أطفال. يعني خلال جولتنا منذ ساعات الصباح في مختلف أرجاء هذا المستشفى لاحظنا أنه شيد بمواصفات عالمية لاستقبال المرضى. والحديث عن التفاصيل أكثر ووجود الكوادر الطبية واستقبال المرضى، ينضم إلينا الدكتور محمود الزرقات مدير مستشفيات البشير. أسعد الله صباحك دكتور. لو تحدثنا بشكل أكبر عن آلية استقبال المراجعين داخل المستشفى والأقسام المتاحة أيضا. صباح الخير عليكم وعلى جميع متابعي المملكة. في الحقيقة احنا فرحين جدا بانتقالنا، الكل بيعرف احنا الجائحة أثرت علينا، فكان من المفترض بعد توجيهات سيدنا مباشرة أن نقوم بخدمة مواطنينا ومراجعينا في هذا المستشفى كإسعاف وطوارئ، لكن استخدمنا بالفترة الماضية لاستقبال حالات الكوفيد 19. وقبل 4 أيام وبعد افتتاح دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مركز البشير للعناية الحثيثة، يعني كثير فتح المجال لنا أنه نستقبل حالات الكوفيد 19 اللي هم بحاجة لها عناية حثيثة في المبنى المخصص لها. وقمنا بإعادة مباشرة استخدام هذا المبنى للهدف الذي أنشئ من أجله بناء على توجيهات سيدنا طبعا، ومن خلال آخر زيارة تم بال 2018 تم إنشاء والبدء بإنشاء هذا المستشفى الذي تم افتتاحه برعاية ملكية سامية بتاريخ 16/8 آب 2020 الحالي. اليوم بنحكي انه هذا ثاني يوم نستقبل فيه المرضى بكافة التخصصات، يعني وبكافة الفئات. زي ما انتم شايفين هذا المستشفى واسع، يعني بحجم 23 مرة من حجم قسم الإسعاف والطوارئ اللي كان مكتظ بالمراجعين. هلا بتحكي عن 23,000 متر مربع، المبنى من 4 طوابق، مبنى فيه خدمات، جميع الخدمات، أنظمة تشغيلية من أحدث الأنظمة المتعارف عليها، أجهزة طبية حديثة ومن ماركات عالمية. شايفين أنه متنفس واسع، يعني مقاعد للانتظار وصالات للانتظار زي ما انت شايف تسع للكم الهائل اللي براجعنا في الإسعاف والطوارئ. والحمد لله امبارح أجريت عمليات جراحية في هذا المبنى، بداية أول عمليات جراحية طارئة أجريت امبارح ومستمرين فيها، وفي هذه اللحظة هناك عمليات جراحية قائمة في هذا المبنى. دكتور لو تحدثنا عن، أنت تحدثت أن المستشفى بسعة أكبر من المستشفى القديم، وهذا ما يعني أنه بحاجة إلى كوادر مضاعفة للعمل، هل تم تأمين هذه الكوادر داخل هذا المستشفى؟ نعم صحيح، تم تخصيص كادر طبعا أقلها ضعفي اللي كان موجود هناك، وهي الحمد لله يعني مستمرين في استقطاب الكوادر والمزيد من الكوادر. هناك مقابلات في وزارة الصحة منذ الأسبوع الماضي، وسيتم تزويدي كمان بكوادر إضافية من جميع الاختصاصات اللي احنا بحاجة إليها. تم تزويد هذا المستشفى بكوادر طبعا الحمد لله يعني بتغطي 70%، ولكن بحاجة مستمرين في مقابلات إن شاء الله الاختصاصات الثانية اللي راح تجي. شراء الخدمات مستمر، زملائنا في الاختصاصات الثانية
ما عندنا تقريبا نواقص، النواقص كانت في الكوادر التمريضية والمهن المساعدة والصيدلة والاستمرارية. يعني عندنا وعود إن شاء الله الأسبوع هذا سيكون هناك مساندة للكوادر اللي موجودة، وسنقوم بأجمل وجه يعني لنخرج بمنظر حضاري بإعادة وتقييم للمرضى بشكل أفضل لتقديم رعاية طبية وتمريضية أفضل، وإن شاء الله ستنعكس على المواطنين بشكل عام. دكتور، لو تحدثنا عن المستشفى بتواجد التخصصات، جميع التخصصات متواجدة داخله من أخصائية قلب إلى أخصائية أوردة أو إلى ذلك؟ المستشفى البشير مزود بجميع الاختصاصات الفرعية النادرة طبعا أكيد، وإحنا قريبا سيتم افتتاح مستشفى البشير الجراحي التخصصي اللي هو مقابل المركز العناية الحثيثة اللي افتتح قبل أيام. هذا المستشفى طبعا قائم عليه وقابلنا، وإن شاء الله في الفترة القادمة سيكون هناك كادر متخصص في جراحة القلب، في جراحة الصدر والأوعية الدموية، لدينا من يتدرب ومتدربين في هذا المجال. في المجالات الأخرى موجودة التخصصات، بتعرف إحنا مستشفيات البشير هو مجمع لمستشفيات، إحنا إدارة مستشفيات البشير، هنا لدينا 5 مستشفيات متخصصة كلهم ذو اختصاص. الوحيد اللي ما بتشوفوش في هذا المستشفى هي حالات مستشفى الولادة أو مستشفى النسائي والتوليد، وهو في منطقته، والحالات الطارئة تصل إلى المستشفى النسائي والتوليد. عدا ذلك جميع التخصصات يتم استقبالها هنا في مبنى أو مستشفى الإسعاف الطوارئ الجديد. دكتور محمود الزرقات، شكرا جزيلا لك. نعم، أريد يعني نحن نتحدث خلال الفترة الماضية أو المدة الماضية كان جميع الكوادر الصحية توجه اهتمامها للعمل وعلاج ومتابعة الحالات الصحية لمرضى كورونا. اليوم بافتتاح هذا المستشفى وبدء استقبال المواطنين سيخفف من أعداد المراجعين وسيؤهل التعامل معهم وفق أعلى المعايير والمواصفات. يعني كما ترين من خلفي هناك باحات واسعة تراعي شروط التباعد والسلامة العامة داخل المستشفى، وأيضا ونحن نجوب داخل المستشفى وجدنا هناك قوات للأمن والحماية التابعة لإدارة المستشفى تعمل على متابعة المراجعين وضرورة التزامهم بسبل الوقاية العامة وارتداء الكمامة وترك مسافة أمان بينهم. نعم أريد. شكرا لك حمزة النهار، مراسل المملكة مباشرة، كنت معنا من مستشفيات البشير، شكرا لك.